السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جت نكتة بالواتساب تقول في واحدة مرة كبيرة بس تغبي قروشها بالمصحف. قالوا يما ليش تغبينا القروش بالمصحف؟ قالت لأن هو الشيء الوحيد اللي ما يمكن تفتحونه. فهذه فكرة تقريرنا اليوم، تقرير مختلف، لأنه فعلا السوشيال ميديا غيرت مفهوم الحياة عندنا. صارت الحياة فندق وتشيز كيك وسفر وشاليهات وطلعات، وهذا أمر كويس، لكن حسينا ان الدنيا كلها عايشه كذا، وهو مو بصحيح. في ناس اللي فهموا معنى الحياه صحيح مو معنا بسناب ولا يصورون. الحين بروح اصورهم لكم، انتظروني. الشيخ محي الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كم عمرك يا شيخ؟ ايه 30. ما شاء الله. وكم لك يا شيخ هنا في حرم المدينة؟ كم لك هنا في حرم المدينة؟ 40 سنة. ما شاء الله تبارك الله. وكل صلوات والحمد لله في الحرم يأتي كل الخمس فروض. خمس فروض في الحرم، يأتي من البيت إلى الحرم ماشيا على رجوله. لم تفته تكبيرة الإحرام. لم تفته تكبيرة الإحرام، وكذلك تمشي من الحرم إلى قبى راجلة. ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا شيخ. طبعا الشيخ رفض التصوير، ولكن أنا أصريت عليه مرة أني أصور. شفت شكلك مرة جميل بالصورة. عمر وش تحفظ من القرآن؟ الحمد لله ختمت كامل. ما شاء الله عليك. كم عمرك؟ الحين 15 سنة. ما شاء الله تبارك الله. عمر، كم وردك اليومي من قراءة القرآن؟ جزئين. ما شاء الله تبارك الله. متى؟ أوقات قبل النوم، أوقات ثانية. يعني إذا مثلاً صليت، مثلاً قعدت وقت ما عندي شيء، راجع من المسجد. راح عندك سنية؟ عندك كمبيوتر؟ عندي بس ما ألعب واجد. عندك سنية أنت أخوك وذا؟ ها؟ مو بلعب واجد. في وقت ذا وقت ذا. وحاول أقلل منه. طبعا عمر جزاه الله خير رفض انه يطلع وجهه، مع اني حاولت مره، لكن انت يبيلك حبه راس. اي والله. جزاك الله بالخير. انت من المدينه؟ لا، جاي من الرياض. ما شاء الله، جايين ترجعون بالحرام؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم. اجبرت مهند انه يعلمن. محمد كم تحفظ انت الحين؟ 15. ما شاء الله تبارك الله، جاي بالاجازه تراجعوا بالحرام. ما شاء الله تبارك الله. وهذه دروس الحرم المكي، في كل زاوية، في كل زاوية درس. وهذا رد على كل من يتهم مجتمعنا أنه مجتمع لهوي، في كذا وفي كذا. العالم هنا قاعدة تنهل، تقرأ، تعبد. وهذه ملكة ما شاء الله تبارك الله، 1,000,000,000 تريليون مبروك، موفقين إن شاء الله. الله يجزاك. محمد انا جالس اشوفك انت اللي تسوي السفره هذه، صح؟ يوميا تسويها؟ ايوه يوميا. ما شاء الله. ليش يا محمد يوميا؟ عشان الناس يفطر يوم ويصوم يوم. ما شاء الله تبارك الله، الناس هنا تفطر يوم وتصوم يوم، ما شاء الله. وانت ليش تخدمهم يا محمد؟ ابغى اجر من الله. تبغى اجر من الله؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك، الله يوفقك. ايش تسوي انت؟ ها؟ انت جالس تصورني وانا اصور الولد؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. شكرا لك وجزاك الله خير. في هذه الاماكن لا وجود للاكتئاب ولا وجود لضيق الصدر. في هذه الاماكن يكون اقرب للتصالح مع النفس. الحقيقه كثير من العباد رفضوا النقاب معهم، رفضوا رفض تام. وحاولت قدر ما استطيع اني انقل صوره انه في ناس مو معنا بالسوشيال ميديا. وحاولت قدر ما استطيع اني انقل صوره
انه في ناس مو معنا بالسوشيال ميديا. واتمنى ان تكون اقدر اوصل الصوره. هلا وعليكم السلام، كيف حالك؟ الولد الصغير اللي قبل شوي كان يقدم لي دعوه يقول نبيك تمر علينا في دار ايتام في جمعيه كاب، وقلت له خلاص ابشر الحين. انت هادي، ما انت مثل عمي محسن عواجي، ترى لقيت الولد. الله يجزاك خير، شكرا لك، مع السلامة. الله يحفظك. الهاكم والتكاثر هي سمة تقرير هذا اليوم. الحياة ميب كما يصورها لنا السوشيال ميديا، الحياة أكثر. إذا تبي تلخبط الكتالوجك تبي تضيع وتدخل في دهاليز الاكتئاب وضيقه الصدر والمقارنات و و و. فإذا تبي تقارن حاول تقارن نفسك مع العباد اللي قبل شوي، صغيرهم وكبيرهم. وإذا دخلت البحر لا تطلع معك صدف، وطلع معك لولو ومرجان. هذولا قاعدين ياخذونا اللولو والمرجان، احنا معنا الصدف. وشاركونا في هاشتاج الهاكم التكاثر على تويتر، خلوا كل منا يحمس الثاني على جلب اللولو والمرجان.